أهلا بكم في حلقة اليوم. نتوقف عند مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول الجزائري أحمد يحيى اليوم أمام نواب البرلمان الجزائري. بعيدا عما جاء فيه من الجمبازيات الخطابية المعهودة عن يحيى وتذكيره بأفضال الرئيس بوتفليقة على الجزائر، فإن يحيى الذي يعترف بصعوبة الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد يتعهد بأن تخرج الجزائر من مأزقها المالي في ظرف ثلاث أو خمس سنوات القادمة كما يقول يحيى، دون تكسير البلاد على حد تعبيره. لكن السؤال الذي لم يطرحه يحيى قبل ذلك وبعده، من أوصل الجزائر إلى هذا المأزق الذي جعلها على حافة الإفلاس؟ وما الذي يجعل يحيى واثقا من البقاء خمس سنوات أخرى في السلطة في بلد مقبل من المفروض خلالها على انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ ملاحظتي الثالثة والأخيرة هي التعبير على قناعة. قناعة أن أمام الاضطرابات السياسية اللي نعيشها في الجزائر، وهي تأتي من زمن إلى زمن، وتأتي بدون سبب، بدون مبرر. قلت أملي أن مخطط أو خطة عمل الحكومة بالشيء اللي جات به وبالشيء اللي ذكرته على إنجازات الجزائر من 99 ل 2017 تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما سينجز في الجزائر تحت قيادة الرئيس الله يطول في عمره مستقبلا، قلت قناعتي أن هذه الحقائق هي أحسن جواب قد يقدم لدعاة اللا استقرار ولدعاة الفوضى. سيد الرئيس، سيدتي سادتي النواب، أشكركم على صبركم الجميل وحسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا الأمر باش نشرحوه ماهيش بدعة جزائرية، إجراء ربما كلنا الجيل اللي ننتمي إليه كي كنا نقرأه في الجامعة كان يقول لك لا كرياسيون مونيتير، خلق السيولة. كي جاء وقتهم احتاجوه سماوه التمويل غير الرسمي غير التقليدي، فينونسمون نون كونفونسيونيل. هذا باش تشوف بلي القواعد كي تكون في صلاحهم يلطفوها. اليوم في بعض الدول يديروا الانسان في السجن ويقول لك إلي مي اون اكزامان، شابة هكذا يمشوا لا بلونش ابيي ويقول لك فينونسمون نون كونفونسيونيل. اخواني الاعزاء، ما بقيناش انديجان، رانا شعب حر وسيد في بلاده. الله يرحم الشهداء اللي جابوا الاستقلال. قلت هذه الإمكانيات الثلاثة أو الإجراءات الثلاثة سمحت لبلادنا صمد ثلاث سنوات، لكن في سياق هذا الصمود ثلاث سنوات هذه القدرات كانت تتأكل سنة بعد سنة مع الأسف. وإذا كان نبداكم بالجانب الخارجي، احتياط صرف الجزائر وصل في أعلى سقف في سنة 2014 لما يقارب 200 مليار دولار. هذا احتياط الصرف حاليا يقترب من 100 مليار دولار. تقولوا لي فقدنا 100 مليار، نعم، لكن الحمد لله كان موجود، كنا قادرين نبقى ونستمر نمول حاجيات البلاد ونخلي باخرة الجزائر تمشي وتتقدم في مسار التنمية. من دون شك سأسمع فيما بعد بعض الأصوات يقول لك وين راحت 2000 مليار دولار، ما نكثرش عليكم في العرض التقديمي نخليها لما بعد. فأمام انهيار احتياط الصرف بدأت الحكومة منذ سنة 2015 في الذهاب إلى إجراءات احترازية دي ميزور دو سوفغارد،
باش نقلص من حجم الواردات الخارجية. وهذا بدا بالرخص الاستيراد لليسانس دامبورتاسيون، ستستمر فيه الحكومة وتدخل إجراءات إضافية، وتستمر في نفس الوقت في الاستثمار لخلق منتوج وطني للخدمات وللسلع، وكذلك تستمر الحكومة وتعود إلى إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي. لكن في نفس الوقت لكي نحافظ على الادخار الوطني أو على احتياط الصرف، بودي أن أغتنم هذا المنبر الموقر لأتوجه من خلالكم إلى شعبنا الأبي برسالة ومحتواها هو الآتي: الدفاع على الاقتصاد الوطني، وخاصة الدفاع على استقلال البلاد ماليا، عملية جماعية، عملية تستوقف كل مجتمع، لكي نتنقل معا من مجتمع الريع إلى مجتمع الجهد والعمل، لكي نكافح معا كلنا بعض التصرفات التي تهرول وراء الربح، حتى إذا كان خارج القانون وحتى إذا كان على حساب المصلحة العمومية. أحمد ويحيى متحدثنا اليوم في البرلمان الجزائري، معنا لمناقشة ما جاء في كلام ويحيى عبر خدمة سكايب من بروكسل الإعلامي الجزائري الخضر فرات، الإعلامي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. الخضر فرات، ما رأيك؟ أنت تستمع ويحيى، ربما نبدأ مما آخر ما جاء في كلام في كلامه رسالة إلى الشعب الجزائري. يعني يقول الجزائريين نحن في خندق واحد، ما رأيك؟ أكيد هو ويحيى حول الأزمة من يعني حورها من مسارها الطبيعي ورماها إلى الشعب الذي سيتحمل العبء الأكبر من الأزمة في السنوات القادمة، لأن الشعب الجزائري لحد الآن غير مؤثر ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا تستطيع الناس تخرج إلى الشارع للتعبير عن غضبها. وهو أسهل توجه وجده أحمد وحي، ومعروف على الأقل بهذا التوجه يعني قديما، أنه يرمي دائما العبء على المجموعة الوطنية ويطالب بأن تكون مسؤولة. يعني هناك ألفاظ ومصطلحات ابتدعها اليوم، ومثل يعني الديمقراطية الهادئة جاءت لتعوض الديمقراطية المسؤولة التي كان يتحدث عنها محمد الشريف بن سعدية، والآن الديمقراطية الهادئة، وأيضا الاستقلال المالي. يعني لا أفهم ما معناتها الاستقلال المالي، وهو مصطلح غريب على السياسيين وعلى الاقتصاديين في نفس الوقت. وأعتقد أن الخطاب الذي أدلى به لم يأتي بجديد، لأن الجديد كان مفروض أن يظهر في التوجهات للخروج من نمط التسيير الحالي، وخروج من الاعتماد على البترول وعلى الغاز. وفي برنامج الحكومة لا نجد إلا فقرة واحدة تتحدث عن تصدير موارد خارج البترول، والفقرة فيها ثمان أصفر. يعني هذا أكبر دليل على أن ويحيى يراهن، ما زال يراهن على النفط وعلى المحروقات كمدخل أساسي. وللأسف الشديد أن تصريح رئيسة البنك المركزي الروسي أمس تقول بأن البترول سنة 2018 سيكون سعره 40 دولار، يعني أقل بكثير من توقعات الميزانية التي يعني سيحضرها رئيس الحكومة الحالي. وتشبيهاته يريد أن يعني يظهر أمام النواب بأنه يعرف أشياء على أوروبا، ولكن تشبيهاته مع البنك المركزي أو ما قام به البنك المركزي الأوروبي فيما يخص الفينانسمون نون كونفونسيونال، يعني اللجوء إلى ما يسمى بالتسهيل الكمي، لا علاقة له بتاتا مع ما قرره ويحيى. ويحيى يريد
أن يطبع الدينار ويطبع الأوراق النقدية بكمية هائلة لتغطية عجز الميزانية، لتغطية عجز أيضا التريزور يعني الخزينة، بينما الاتحاد البنك المركزي الأوروبي العملية التي قام بها من أجل دفع ما يسمى بنسبة التضخم إلى الأمام إلى أن تصل إلى نسبة 2% سنويا، ومن قام بذلك هو رئيس البنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دراغي، وهو غير متسيس ولم يقوم بذلك أي رجل سياسي وأي حكومة، لأن البنك المركزي هيئة تقنية مستقلة لا يتدخل فيها أحد. بينما أحمد يحيى يريد أن يشبه عمله أو نفسه بكبار الماليين وكبار هذا العالم، ويقارن الجزائر للأسف الشديد بأوروبا، وهذا خطأ كبير جدا، لأن الاقتصاد الجزائري اقتصاد يمكن مقارنته مع اقتصاد الكونغو أو مع الصومال، ولكن لا يمكن أن تقارن الاقتصاد الجزائري مع أي دولة في أوروبا، وبالتالي كل ما يقوم به النظام المالي الأوروبي المستقل، وأؤكد على كلمة مستقل، يقوم به لصالح اقتصاد متطور واقتصاد يعني منتج، ويخالف إلى حد كبير طبيعة الاقتصاد الجزائري، وبالتالي لا مجال للمقارنة ولا مجال. طيب معنا الأخ خالد لو سمحت، تقدر لو سمحت تبقى معنا. خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. سيد خالد بونجمة، ما رأيك فيما جاء في خطاب ويحيى اليوم؟ مساء الخير يا أستاذنا، ومساء الخير لكل المستمعين للقناة المغربية. هو خطاب مولف سيو يحيى، معروف في خطاباته، لا ما كانش جديد اليوم. احنا كنا نستناو في خطاب الوزير الأول يكون الجديد الحلول. أين هي الحلول؟ ما كانش حلول اقتصادية للمستقبل الجزائري، ما كانش اليوم. إلا كان قارنا خطاب اللي أتى به سي أحمد يحيى، هو خطاب سابق، وراك شفت اليوم خطاب ما بين الوزير الأول السابق سي تبون واليوم سي أو يحيى، ممكن ربما يختلف في الخطاب ويختلف في النظرة للمستقبل، لأن اللي كان اليوم شفنا خطاب اللي جاب به أو يحيى ما كانش حاجة جديدة للمجتمع الجزائري، للشباب أو للنخبة أو الإطارات، ما كانش حلول، ما كانش حلول. رحنا غير اليوم يقول لك لازم اليوم نستهلك الأموال ونستهلك أمور، اليوم فيه تخطيط نظرة تاعنا تاع الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، لازم نشوفوا اليوم واش يعاني المواطن الجزائري، واش راه يعاني المواطن الجزائري. إذا كان الخطاب هو اللي يخلنا على المجتمع الجزائري هذا غلط، لأن المجتمع اليوم عارف ما يجري اليوم في هذا الوطن، ما يجري من الفساد، ما يجري من اليوم من المشاكل اللي يعاني منها المواطن يوميا. لكن نهضروا العدالة الاجتماعية، أين هي العدالة الاجتماعية اللي نتكلموا عليها؟ الدخول الاجتماعي كل الناس تعاني اليوم، كل مواطن جزائري يعاني من الدخول الاجتماعي. إذا كان باش حقيقة باش نشوف خطاب للمجتمع الجزائري يا أخي العزيز وأختي العزيزة، هذا لا يقنع المجتمع الجزائري. طيب ولكن ربما هذا المواطن الجزائري سي خالد بونجمة قد يستغرب هذا الكلام من سي خالد بونجمة، الذي كان لسنوات ويدافع عن الإنجازات في الجزائر التي تحققت، ما قام به الرئيس بوتفليقة وما قامت به الحكومات. ما ردك على هؤلاء الذين يتساءلون وأنت الآن تتحدث عن وضع خطير يعني بحسب كلام؟ يا أخي العزيز أنا ليس خطير، أو الشعب الجزائري اليوم يعرف مين هو خالد بونجمة. أنا ليس اليوم ضد الإنجازات أو ضد الجزائر، أنا اليوم قلت لي ما هو رأيك في خطاب اليوم الخطاب الجزائري. اليوم الخطاب اليوم الشعب الجزائري يحب الملموس. إذا كان حقيقة أنا كنت في الإنجازات وما زال لي مع الإنجازات، ما ننكروش هذا في الجزائر. اليوم كاين بعض من المؤسسات اللي راهي تأدي في واجبها. اليوم إذا كان هدرنا على الجامعات، موجودين الجامعات اليوم، إحنا ليس ضد وما راك تقول فيه. كنا حقيقة عندنا جمعية ترشيقية الوطنية لأبناء الشهداء، واليوم عندنا أفكار في حيز سياسي. طيب. ليس جمعية، اليوم حيز سياسي، عندنا نظرة وعندنا إطارات وعندنا تحليل سياسي وعندنا برنامج، ورانا اليوم موجودين في البرلمان، وإحنا موجودين الآن على مستوى البلديات نعطي نظرة على المجتمع الجزائري، لأن حيز سياسي لأفكار ولحلول. طيب. يعني ويحيى ما جابش حلول، ما عندوش حلول.
إيه لكن اليوم تقول لي البارح كنت تدعم، مازال ندعم الجزائر، الجزائر واقفة لأن أبي مات عليها وأنا نموت عليها وأنت تموت عليها، الجزائر كله ندافع عليها، ما كانش ما يدافعش على الجزائر، عندنا روح وطنية وعندنا غير على الوطن. طيب ولكن لما 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 كان معد المنتج الحلقة كان اتصل بك للمشاركة، قلت له أنا كذا حبت بالمشاركة شكرا على الدعوة، وقلت له أنه يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية خطيرة وأنه الأدوات التي كانت تقوم بها المغاربية وتدعو النخب الاقتصادية والخبراء الاقتصاديين اتضح أن اتضح أنكم استشرفتم الوضع جيدا، أليس كذلك؟ الرئيس الرئيس احنا ليس ضد صحفيين دا المغربيين او دا المغربيه او كل مواطن اللي عنده رؤيه او كل اطار او كل ناخب اللي كان يتكلم فيه الحقيقه، علاش نكذبوا على الناس يا اخي العزيز؟ فيه رؤيه كل مواطن جزائري، وانت اليوم في الجزائر عندك رؤيه وعندك استشراف للمستقبل وتغير على وطنك. طيب ولكن سي خالد، نعم كل اكيد طبعا كل واحد عنده راي، ولكن ما رايك الذي الجزائري الذين يتساءلون اليوم ويحيى يقول انه هناك مشكله ويدعو الجزائري، يدعو المواطن الجزائري الذي مسكين لا مسؤوليه له في الازمه ان يكون ان يشمر على دراعه ولازم تنتهي الرشوه وغيرها، ويحيى يتحدث كانه لا مسؤوليه له وان المسؤوليه مسؤوليه المواطن، اليس كثير من الجزائريين كانوا يحذروا من هذا الوضع الذي تعيشه الجزائر، ليس كذلك؟ لماذا لم يسمع لهم؟ لماذا كانوا يتهمون بأنهم أيادي خارجية وأنهم لا يحبون الجزائر وغيرها؟ شوف عندنا نخبة وعندنا خبراء وعندنا إطارات وتكلموا على الخطر هذا وكانوا يندروا في الجزائر ويندروا بالحكومة حذاري في المستقبل حذاري، ولكن الحكومة لن تستجب لأبنائها. اليوم حتى نولوا في خطر يقول لك تتحمل معي المسؤولية، وهذه المسؤولية احنا ما نقدروش نتحملوها قد ما يتحملوها المسيئين، لان كنا كل يوم نضرب راسونات حذاري حذاري على المستقبل حذاري على المستقبل. اليوم يقول لك شمر على ذراعك، احنا قادرين باش نشمروا على ذراعنا ونخدموا بلادنا ونخدموا وطننا، ما نجدد وطننا. ولكن اليوم تلقى العراقيل حتى وتحب تستثمر، الجزائري اللي يحبوا يستثمروا اليوم في عراقيل في البنوك في عراقيل في الملفات، هذا هو الاشياء اللي ربما هو ممكن ما عندوش هذه المعطيات. عفوا، اليوم فيه جزائريين اللي يحبوا يوقفوا على بلادهم، كيما انت راك واقف على بلادك راك تعيط لي باش تحوس على بلادك، ما هما الحلول؟ كاين جزائريين هنا اللي عندهم حلول وقادرين باش. طيب سنعود الى هذه الحلول لو سمحت، تبقى معنا خالد منجبه. الدكتور عبد العالي الرزاقي استاذ العلوم السياسيه وعلوم الاعلام ينضم الينا عبر الهاتف من الجزائر. دكتور عبد العالي الرزاقي، ما رايك في كلام ويحيى بعيدا ربما عن الجمبازيات ان صح التعبير، لي زاكروباسي الجمبازيات الخطابيه لأيحيى المعروف بها يعني، وان كان البعض يرى بانه مهما كان مهما الاختلاف والاتفاق معه يحيى يبقى خطيب مفوه مهما كان جدل مما يقوله، ولكن هل لفت انتباهك انه يحيى يتحدث كانه عن مخطط لخمس سنوات، كانه واثق من نفسه كانه باقي في السلطه يعني، مع انه المفروض فيه انتخابات رئاسيه بعد سنتين والمفروض انتخابات تشريعيه كذلك بعد خمس سنوات، هل لفت انتباهك هذه الجزئيه دكتور عبد العالي الرزاقي، ام انه مره اخرى هم يعتقدون بان الجزائر في النهايه لهم وهم يحكمون كما يريدون؟ اولا ساعه من التضليل الاعلامي والمغالطات، المغالطه الاولى هي انه هناك خمس سنوات لحل الازمه، الرئيس ينتهي عودته بعد عامين وهو مقدم برنامج اسمه مخطط الرئيس، وبالتالي هذه مغالطة كبيرة. النقطة الثانية يتهم أطراف معينة ويقول الرئيس باللي راح شفاه الرحمة يشفيها ربي، بمعنى أنه الرئيس مريض وضعه صحي المفروض. النقطة الثالثة وهي أنه يقول يكشف يطالب مناضليه بالكشف بالقول الحقيقي ومحاربة الآفات الاجتماعية ومثل المخدرات، لكن الآفة الحقيقية لكل الجزائريين يعرفونها هي الفساد في السلطة. هل الفساد هذا ليس آفة؟ أم أن التحرش بالذي الرسالة التي بعثها تبون وهي التحرش عدم التحرش بالباترونة هي شيء ثاني؟ النقطة الأخرى وهي متعلقة بمؤسسات الدولة، المؤسسات الدستورية، المؤسسة العسكرية مؤسسة دستورية ليست وظيفتها محاربة الإرهاب، كل المؤسسات وظيفتها محاربة تحولت إلى أنها مؤسسة لمحاربة، لا مؤسسة للدفاع عن الوطن،
ولهذا مفهوم خاطئ. هذه مؤسسة كبقية المؤسسات، يفترض المادة 102 تطبق من طرف المجلس الدستوري والبرلمان، يفترض أن تطبق من باب الأخلاق، احترموا على الأقل الناس المرضى. النقطة الأخرى التي ربما استغرب لماذا لم يشرحها للواب وهي متعلقة بطباعة الدراهم. أعتقد أن الحل ليس في طباعة الدراهم، الحل طرحه أكبر سراق في الجزائر هو عبد المؤمن عندما أنشأ بطاقة إلكترونية لسحب الأموال ودفع الأموال. سارق ودار بطاقة ومشات وكانت حلت مشاكل المواطنين كلها. فما بالك إذا كان يمكن أن نتحدث عن المخزون المالي الموجود عند الجروسيس كبار التجار، يفترض أن ندير التعامل فقط يكون بالحساب الجاري. هذا هو الحلول الأساسية اللي ممكن ننظر للمستقبل. أما أننا طيب ندير أوراق نطبع أوراق بدون رصيد بدون أي شيء، لا، عيب. هو يقول هنا الذي يعارض هذه الخطوة من اقتصاديين ومن سياسيين خايفين وحتى مواطنين عاديين الذين يفهمون في الاقتصاد، يقولها نحن لسنا انديجان، ويستحضر حتى الشهداء، وانت ابن شهيد رحمه الله ويقول رحم الله الشهداء، يعني يدخل هذا الجانب حتى في تبرير هذه النقطة. ما رأيك؟ خلينا نكون واقعيين جدا. يعقل ان واحد ما عندوش دراهم ودير مطبعه في دار ولا دراهم؟ يعقل انه ما عندكش رصيد من الذهب في البنك وتحرك، ما عندكش رصيد من العمله الصعبه، عندك مشكله سيوله. معناها واش المشكله الان الجزائر في جونفي لن تستطيع ان تدفع رواتب الموظفين، وانا من موظف الدوله في الجزائر، وبالتالي فهي تريد ان تطبع اوراقا لتغطيه العجز وتهريب الاموال. كيف تهرب الاموال؟ طيب الاستيراد، هذا قد استيراد كل شيء. لاحظ ان لفت نظري في الاستيراد هو الح على الاستيراد، معناه ما الاجراءات التي اتخذها تبون وهي اجراءات جديره بالتوقف عندها، مثل توقيف استيراد معين، منع بيع الأراضي للمواطن للبرجوازية وللجمال، توقيف بيع الأراضي الصناعية، هذه كلها ناقضها بفكر آخر. وبالتالي عندما نتحدث عن نحن نتحدث عن شخص يريد أن يراوغ المواطنين، يراوغ الآن، يهم الرأي العام بأنه يعرف. طيب ربع عهدات ماذا قدمت؟ ولكن هو يتحدث عن أفضال الرئيس بوتفليقة دكتور عبد العلي رزاق، يعني هو بفضل حنكة الرئيس وغيره. أجمل نكون واقع، لا وجود للرئيس، ما نكتبوش على أرواحنا، رانا نشوفه في الصورة، الصورة أكثر دليل، ما نكتبوش على أرواحنا، رحنا نحن وصلنا لمستوى الكذب على أنفسنا. طيب الوزراء هادم اللي يجتمعوا مع الرئيس، كل وزير واحد مع الرئيس يتكلم، لكل وزير واحد طرح سؤال على الرئيس، ما نكذبوش على المواطنين، نحن نهين في انفسنا ونهين في رجالات الدوله. معنى مفهوم رجل الدوله يفقد قيمته نهائيا في الجزائر. خليك معنا دكتور عبد العالي لو تكرمت، الاخضر فرات اعود اليك. مثل ما اشرت الى نقطه المقارنه، ويحيى يقارن بالمقاربات، يقول في الازمه 2008 الدول الغربيه واوروبيه، انا مش معناش انديجان الذين يعارضون هذه البلونشابي طبع الأموال، يريدون أن نبقى انديجان. ما رأيك في مثل ما أشرت في المقارنة يعني تبدو سريالية من رجل يعرف الحقيقة ليس كذلك؟ يعني أن تطبع أمريكا دولارات أو تطبع بريطانيا جنيهات استرلينية والبنك المركزي الأوروبي أوروات، يعني بالمقارنة تسيير الكمي مثل ما أشرت يختلف عن السيناريو فنزويلا بالأحرى بالنسبة للجزائر، ليس كذلك؟ يختلف جذريا عن ما يحصل في الجزائر وعن التوجه الذي حدده ويحيى. هو المقارنة يجب أن تكون بين الجزائر والصومال والجزائر والكونغو أو الجزائر والحالة فنزويلا، ولكن مقارنة الجزائر بما
بآليات العمل المالية في أوروبا، هذا كلام كفر يعني، يدي نمبورت كوا يعني، مستحيل، لأن العملية في أوروبا كانت لمواجهة الانكماش الاقتصادي ودفع التضخم إلى الأمام، التضخم يجب أن يرتفع. ثم لا يمكن مقارنة الاقتصادات، لا يمكن مقارنة الأورو كعملة صعبة، أحد أكبر ثاني أكبر عملة احتياط في العالم، ولا الدولار ولا الجنيه الاسترليني ولا حتى الين الياباني بالدينار الجزائري، ليس كذلك. عمالقة الاقتصاد العالمي، لا يصح أن تقارن نفسك بعمالقة العالم اقتصاديين وسياسيين وفي كل مجال، أنت يجب أن تقارن نفسك بالدولة التي تشبهها، وأنت الآن ذاهب إلى صوملة، إلى نظام أنه يطبع أوراق تباع في الأسواق وسيذهب المواطن بي يعني باكياس من الاوراق ليشتري. طيب خليك معنا الاخضر فرات لو تكرمت، تعال نشرك معنا الخبير الاقتصادي في هذا الامر بالذات فرحات تيتالي. فرحات تيتالي، ما رايك فيما جاء في كلمه ويحيى في الجانب الاقتصادي بشكل خاص؟ بشكل عام يعني فيما يخص الميدان الاقتصادي، احمد ويحيى اليوم اتكلم شعبويه يعني اكثر من سابقيه، هو في نفس الوقت وعد يعني بكل شيء للتغطية على عجز، هو واعترف بالعجز يعني، واعترف انه هذا التمويل المسمى بغير تقليدي يعني، وانا نسميه غريب الاطوار في الجزائر في الحالة الجزائرية بالضبط، انه كان يعني من تحسين حاتم، وكان يعني فرض عين على الحكومة لتفادي عجز ب 20 مليار دولار سنويا، واعترف انه لو لجؤوا الى المديونية الخارجية كان فرض عليهم يكون 20 مليار دولار في كل سنة مدة 5 سنوات، ما يعني انهم مش غير مستعدين لتقليص العجز في الميزانيه لمده 5 سنوات، لان يعني الانسان يتكلم ويناقض نفسه، وفي نفس الوقت وعد مليون ساكن، وعد انه يبقي على الاعانات الاجتماعيه بكل اشكالها، وعلى الدعم يعني لما راحش يتقاس، ما راحش يتمس في السنه هذه في قانون الماليه 2018، يعني هذا يثبت ان الحكومه ما عندهاش مخطط اعاده بعث اقتصاد خارج الضياع، ولا اعاده يعني هيكلة الاقتصاد الجزائري بطريقة معقولة، يعني نفس البرامج السابقة ستكتمل بنقود، يعني نقدر نقولوا شبه مزورة يعني، بنقود مستحدثة من العدم. وسمعت دوك السي فراتي تتكلم معاه انت على اليابان وامريكا، ولدي انه احمد ويحيى ذكر البلدان يعني كبلدان اللي نشأت الى التمويل، هذا النوع من التمويل، وحتى ذكر الولايات المتحده الامريكيه اللي نشأت الى الريزيرف فيدرال يعني الخزينه الفيدراليه الامريكيه يعني البنك الفيدرالي باش يمول العجز، وهذه عمرها ما صرات، لجؤوا ليه في 2008 لاعاده رسمله البنوك يعني لاعاده تمويل البنوك مش لاعاده تمويل الميزانيه. انا نذكر انه في عهد اوباما الرئاسه الامريكيه كانت عندها حتى اشكاليه لدفع مستحقات بعض الموظفين الفيدراليين، وحتى نشأت الى لا شومبر دي ريبريزونتون يعني غرفه النواب الامريكيه باش تعطيهم يعني رونج بيجيت، وما عمرها ما نشأت التمويل هذا التمويل لعجز في ميزانيه الدوله. البلدان كل اللي نشأت لهذا النوع من التمويل هو لاعاده يعني بعث العجله الاقتصاديه بالاستهلاك والانتاج اولا، لانه هذه البلاد قبل ما تكون مستهلكه بلدان منتجه، وثانيا العملات نتاع الناس عملات يعني لما يكون فيها تضخم العالم كامل يتحمل التبعات، يعني يتقاسم معاهم كل اي اجراء مالي يتاخذه، واحد اللي عنده اليورو راه هنا في الجزائر اليوم اللي عنده ثم بلدان عندها جبايه كذلك الخضر الفرات يعني. لا البلدان هذه عندها جبايه، حتى الجزائر عندها جبايه، ولكن في حقيقة الأمر إلى لحقة خزينة إلى عجز في الميزانية في أي بلد من هذه البلدان المذكورة، أولا ما يلزمش يكون العجز هذاك يعني يتعدى حدود معقولة، الحدود الحد يعني في أوروبا المتفق عليه أوروبيا هو 3% من الناتج الداخلي الخام، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يكون أقل. طيب ولكن حتى في جباية الفرق بين جباية البلدان تحت كل الناس تدفع كل الضرائب يعني، حتى وان كان هناك بعض التشجيعات، ويحيى
يقول انه فيما يخص العجز انه 20% هو العجز بالنسبه للناتج العام الجي دي بي تاع الجزائر مقارنه ببلدان اوروبيه وغربيه 70-80 و90%. اليابان لا ننسى اليابان 200%، ولكن لا نعم جمال هو يتكلم على الدين الداخلي العام ديت بوبليك انترن انترن اوكي لا ديت بوبليك انترن. حقيقه احنا هنا 20%، ولكن 20% على اي اساس؟ لانه في السنوات يعني الفارطه كانت الدوله تلجا الى هذا النوع من الدين زياده على صندوق ضبط الايرادات، لانه لو كان يعني لجانا، وانا قلتها في 2013، لو كان لجأنا مباشرة إلى صندوق ضبط الإيرادات بدون هذا النوع من التمويل اللي هو في حد ذاته زاد، سيد لابرونشابية في حد ذاته هو يصدر نقود في حقيقة الأمر، لأن البنوك باش تمولك تمولك من العدم، ما هيش البنوك ما كانش تمول على أساس سيولة كانت مكتنزة عندها من طرف الخواص أو العوام. الـ20% هذه اللي هو يتكلم عليها هو. عندها تمثل اليوم بالضغط على ميزانية الدولة أكثر من 70% نتاع الدين العام يعني في أمريكا ولا في حتى فرنسا تقريبا 90%، ولكن ما يمثلش نفس الضغط على الميزانية العامة كما تمثلها 20%. 20% يتكلم عليها راهي تقريبا 40 مليار دولار، 40 مليار دولار، ويزيد لها هو إصدار نقدي جديد على أساس 10 مليار دولار هذا العام و20 مليار دولار العام الجاي، يعني بمدة 5 سنوات راح تتعدى 120% من الدخل الخام الجزائري. شكون يقابلها؟ وين عنده هو عملات اللي قابله يعني للتسويق في الخارج باش يعني يقارن نفسه بالبلدان هذه اللي هو يتكلم عليها. طيب سؤال اخير، يعني هو يقول بانه 5 سنوات هو واثق كانه في 5 سنوات راح يكون موجود، يعني وهذا الخطه جاهزه لخمس سنوات، يعني بقراءه استشرافيه واقعيه إلى أين ستمضي الجزائر في هذه الـ5 سنوات؟ طبعا بكل المفروض المتغيرات السياسية، يعني إذا طبق هذا البرنامج تاع يحيى. أولا أنا ما شفتش أي خطة، هي مجرد وعود، والوعود هذيك يعني في إعادة بعث خطة سلام الفاشلة أصلا. وهو يتكلم على نموذج الاقتصادي الجديد لـ 2016، وكان يتهم يعني عبد المجيد تبون بتعطيل هذا البرنامج وهذا الاجراءات وحتى بعض المشاريع الوهميه اللي كان معطلها تبون، يقول لك نعاودوا نبعثوها. يعني هذا عنده ورقه طريق، سي تون فيد ورود، عنده اوامر للعوده الى ما قبل جوان 2017، يعني نفس الوتيره نفس المسيره نفس المشاريع ونفس المخططات الوهميه. ولكن عنده اشكاليه في التمويل بالدينار، إذا يخلق الدينار، هذا هو المخطط. ولما يتكلمنا على 5 سنوات وما يتكلموا على انتخابات في 2019 وربما قبل، راهو ضامن باللي في 2019 ربحوا الانتخابات وراهو مازالهم هنا وحكومته راح تستمر. هذا الشيء الغريب اللي ما فهمتوش في الناس هذو، واحد عطانا مخطط على 6 سنوات وراح 6 شهور من بعد، والاخر عطينا مخطط على 3 سنوات كان وراح 2 شهر من بعد، وهذا جاي يتكلم على 5 سنوات اللي بما فيهم 18 شهر قبل الانتخابات. ولكن لما شفت المخطط انا واش فهمت في الكلام نتاعو ومستعد يعني دوك نقابلوا به، انه راهو يتكلم على اساس انه العجز راح يكون 20 مليار دولار في 2018 ويكمل هكذاك 5 سنوات. هذا شيء يعني مفروغ منه. الحكومه اللي عندها نفس العجز مدة 5 سنوات لتمويل نفس المصاريف وتمويل نفس يعني العمليات، ما عندها حتى مخطط. يعني خلونا نكملوا حتى دخل هذا ما كان. طيب شكرا جزيلا لك فرحات ايتالي الخبير الاقتصادي دكتور عبد العالي الرزاقي. ما رايك فرحات ايتالي يقول خلونا نكملوا حتى تخلى؟ انا اظن هذه الفكره الاساسيه التي يراد تسويقها. هناك احتياط معين من المال يريدون نهبه حتى عندما تنهار الجزائري هم وأولادهم يخرجون إلى برا ويتركوا الجزائر تدخل في حرب أهلية. هذه الفكرة الأساسية أعتقد يريدوا أن يستعملوها. لماذا؟ لأنه السيناريوهات المطروحة حاليا للحل هو سيناريو التدمير، بمعنى أن الشعب يتحرك، وفي هذه الحالة تتدخل المؤسسة العسكرية ونعود إلى مرحلة انتقالية. هذا السيناريو يراد تمريره من طرف مسؤولين في السلطة. السيناريو الثاني وهو يفترض أنه المؤسسة العسكرية تضغط
لحل المشاكل، لأن التقارير التي وصلت إلى المؤسسة العسكرية من 48 ولاية مخيفة لو يطلع عليها واحد يخاف. ولهذا أنا أخشى أن يواجه المؤسسة العسكرية الشعب في بعض الولايات، وهذه خطر على الجزائر. أفضل أن نجري انتخابات رئاسية مسبقة. السيد ماريد ربي يكون في عون الدولة الجزائرية في حاجة إلى شخص جديد يقوم بمهمة. يجب أن نفكر في الوطن وليس في الأشخاص. لا يهمنا من يكون رئيس، ولكن يهمنا كيف نبني البلد ونحافظ عليها. البلد الآن نحو الغياب الأمني العام. عندما نقول الأمن، الأمن الغذائي لا وجود له، الأمن الاقتصادي لا وجود له، الأمن التربوي لا وجود له، الأمن الثقافي لا وجود له، حتى الأمن الفضائي. بمعنى الفضائيات، الآن عندنا فضائيات هي تابعة للأجانب وليس للجزائريين، وبالتالي لا يوجد لا أمن إعلامي ولا أمن في أي مجال. هناك فقط مجموعة ينهبون المال باسم هذا النظام القائم أو الحكومة القائمة بالتحديد. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العلي الرزاقي، أستاذ علوم سياسية علوم الإعلام. الأخضر فرات، ما رأيك فيما قاله فرحان تايت علي وما لخصه بالنسبة لدكتور عبد العلي الرزاقي فرحان تايت علي؟ نبقى حتى تخلى. وما تقوله المغاربية من سنوات، يعني حقيقة نحن تكلمنا على الأقل 3 سنوات الأخيرة كنا ننبه أن الجزائر تتجه إلى منطقة خطر اقتصادي، وبالتالي نحن أصبحنا الآن نرى الأمور بأعيننا، وكنا نتمنى أن لا يحدث هذا، وللأسف الشديد حدث وجاء بالشخص الذي دمر الجزائر. يعني إذا كان إنسان مسؤول على ما الكارثة التي وصلت إليها الجزائر الآن هو هذا الشخص، هو يحيى نفسه، لأنه في الحكم في 20 سنة الأخيرة و سيرة البلد. لكن هل أوياهي وحده؟ هل أوياهي وحده أم منظومة؟ والآن ارتفاع أصوات بوكروح مثلا يدعو إلى يطالب الجزائريين لثورة سلمية، وبوكروح كان جزء من هذه الحكومة مع أوياهي ليس كذلك، ومع الرئيس بوتفليقة مع هذه المنظومة كذلك. ربما لما خرج بوكروح من السلطة وذهبت يعني عليها ما يسمى بحق التحفظ، أصبح يرى الأمور بأكثر واقعية وبأكثر حرية، وكتاباته يعني إلى حد كبير مقنعة. ممكن يعني الشخص لديه أو لدينا بعض التحفظات على مساله السياسي، ولكن ما يقوله شيء جميل للجزائريين، وعلينا أن نذهب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن. وحكاية أن في كل مرة يتكلم ويحيى ويقول رئيس بوتفليقة هو الذي دفع ديون الجزائر، يعني نحن نسأل هل دفع الرئيس بوتفليقة ديون الجزائر من جيبه يعني أو من مال أبوه أو من مال عائلته؟ هو دفع ديون من أموال الجزائريين، دخلت 1000 مليار دولار للجزائر، دفع منها 60 مليار كديون. يعني أين هي المعجزة في هذا العملية التي قام بها بوتفليقة؟ ولماذا كل مرة يأتي طبلون ويقولون أن بوتفليقة قام وعمل ومش عارف عمل إيه، يعني وكأنه دفع ديون الجزائر من جيبه أو من جيب عائلته. يعني عيب هذا الكلام على هذا المستوى، يعني والشتم للجزائريين وأموالهم بأموال الجزائريين. تم تسديد ديون الجزائر وأكل الباقي ونهب الباقي، واليوم رئيس الوزير الأول يقول أن جماعته وطنيين، يعني يقول بأن حداد وطني. هل الإنسان الذي سرق أموال الجزائر واشترى بها فنادق في برشلونة هو وطني؟ هل الوطنية هي سرقة أموال الجزائريين؟ يعني عيب. نحن نرى يعني انحطاط كامل وتفسخ كامل للقيم، وناس تتكلم يعني على الاقتصاد وعلى الدولة الجزائرية وكأنها طيب. يعني مرتع شخصي لهم ولأبنائهم ولي يعني عائلتهم، يعني عين. خليك معنا الأخضر فرات. عاد إلينا خالد بونجمة بعد أن قطعت المكالمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. سيد خالد بونجمة، الحل بالنسبة لأوياهي هو أن يصبر الجزائريون مع الحكومة
وخمس سنين وتحل المشاكل. ما رأيك فيما المعطيات؟ طبعا المفروض الجزائر عندها انتخابات رئاسية في 2019 وانتخابات تشريعية بعد خمس سنوات، أليس كذلك؟ والله إن شاء الله نعيش في ذاك الوقت. نظن بلي في بعد خمس سنوات ربما هذا شيء غريبة للشعب الجزائري، هي مازالت حتى 2019 تكون انتخابات رئاسية. ممكن هو أعطى رؤية للبرلمان وأعطى رؤية للجزائريين باللي رانا في أزمة اقتصادية، رانا في أزمة نحاولوا كيف نجتهدوا كمواطنين كجزائريين كيفاش نخرجوا من الأزمة، ولكن الشعب الجزائري تعود بهذه الخطابات. طيب. عبد العالي الرزاقي كان يقول بأن الحل هو في انتخابات الرجل المريض، يجب أن لا نكذب على أنفسنا، كان يقول إلى يحيى الرئيس مريض والحل ربما في انتخابات رئاسية مسبقة. ما رأيك في كلام عبد العالي الرزاقي؟ والله أنا أحترم سي رزاق، راه أستاذ وراه أستاذ في العلوم السياسية وعنده رؤية وربما عنده أفكار خير منا، عنده رؤية ربما الشيء اللي عطاها هو يلتزم به، ولكن احنا كسياسيين اليوم نراه الحالة الميدان السياسي اليوم حقيقة المجتمع الجزائري يعاني. أنا نقول اليوم مادام جاء اليوم ويحيى بخطاب وبرنامج خطوط العريضة، وأين هو البرلمان؟ أين هم الاقتصاديين؟ أين هم اللي يتكلموا في البرلمان؟ ما كانش حتى برلمان حتى حيث سياسي اللي يعطي الحلول يضيف له الحلول. اليوم وزير أول كوزير يتكلم خطاب رئيس الجمهورية، هذا مفروغ منه، هذا خطاب رئيس الجمهورية، ولكن كاين البرلمان والبرلمان هذا فيه اليوم أحزاب سياسية، والأحزاب السياسية هي اللي تكون عندها رؤية وعندها أفكار وتضيف له، ما كانش اليوم اللي يتكلم على الأفكار باش يضيف. طيب ولكن كثير من الأحزاب السياسية قالت أنه البرلمان أولا مزور، انتخابات غير شرعية مزورة، ثم كثير من البرلمانيين حذروا من الوضع الذي تعيشه الجزائر الآن، ويحيى كان يقول كل شيء تمام. لم يتحمل مسؤولية، يعني من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ يعني لم يكن ويحيى مثلا ومن تداولوا على الحكم في الجزائر. أستاذ احترام لك، شوف سي ويحيى اليوم راه وزير الأول مكلف مهمة، يقول كلام ما قال رئيس الجمهورية، جاء في برنامج رئيس الجمهورية، هو الآن ما يقدرش يخرج من خطوط رئيس الجمهورية. ولكن عبد العالي الرزاقي كان يتساءل أين هو رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية مريض. والله الرئيس اليوم الوزير الاول راه يتكلم برئيس الجمهوريه ويقول توصيات رئيس الجمهوريه ويقول الان كثر خير رئيس الجمهوريه لينقذ الجزائر، هذه حتى انسان ما يتكلم. اليوم رزاق ما يقول هذا الانسان اليوم يقدر يتكلم معه، يقدر الاحزاب السياسيه موجوده. انا نهضر لك اليوم الاحزاب اللي موجوده في البرلمان، احزاب راهي في المعارضه موجوده في البرلمان، عندها الاغلى عندها حتى عندها 10 برلمانيين ولا عندها 15 برلمان تخاطب الشعب وتجيب الحلول. اليوم في البرلمان علاش ما يجيبوش الحلول للوزير الاول اللي يضيفوا له؟ قالت غلطه هنا وراك غلطه هنا. اليوم الشباب راه يعاني، الحراقه، الناس راهي تعاني بزاف من المشاكل الاجتماعيه. اليوم ما كانش يهضر على الفساد، ما كانش يهضر على الرشوه، ما كانش يهضر على المشاكل اللي نعانيو منها. ابقى معنا خالد بن نجمه. تغرمنا له اليوم. خالد بن نجمه يبقى معنا. فرحات الاخضر معذره بالاحرى، اعود اليك، يعني ما رايك؟ ويحيى يتحدث طبعا مثل ما كنت تشير الى الرئيس وافضال بين قوسين الرئيس بوتفليقه، خطاب للتسويق فقط في مقابل خالد بن نجمه يقول انه هو يتحدث باسم توجيهات رئيس الجمهوريه. وكلام فارغ وشيتا اذا صح التعبير، ويعني كذب على الناس، يعني وكأن رئيس بوتفليقة دفع 60 مليار للديون الجزائرية من جيبه، يعني والله عيب، يعني والله عيب واحد يعني مسؤول في هذا المستوى يستغفل الناس ويتكلم مثل هذا الكلام. يعني ويحيى يقول هناك إنجازات تحققت، وحتى المصالحة الوطنية، تعزيز الديمقراطية، كلها جاءت بأفضال فخامة رئيس الجمهورية كما كان يقول. كل شيء، حتى المطر يسقط بفضل فخامته، وطائرة إيرجيري أيضا تطلع بفضل فخامته، وكل شيء يعني بفضل فخامته. وهما طبلين يعني فقط من أجل أن يبقى في المنصب وأن لا تغضب عليه حاشية الرئيس، وهو في الحقيقة ينهب لصالحه ولصالح أبنائه. ويحيى عنده ابنه أصبح ملياردير و وأصدقاء كلهم مليارديرات ووطنيين لأنهم
من نفس من قبيلته اللي اصبحوا وطنيين، واحد يشري يخرج اموال جزائريين للخارج ويشري فنادق في برشلونه. على ذكر حداد وطني، يعني تشير الى حداد، على ذكر حداد، حداد رحب ب هذا لابلونشابيل التغيير قرض والنقد وطبع الاموال، لانه قال بانه ستحل مشكله دفع المستحقات لصالح المؤسسات، بينها طبعا مؤسساته التي لها الكثير من المشاريع. اكيد هو اول، اعتقد اول تعليق وخرج بعد مباشره الخطاب يقول بانه تكلم شخصيا مع صديقه ولينا في يعني جمعيه اصدقاء مش عارف ايه، تكلم مع صديقه ووعدوا بان من شهر او شهرين كل الشركات التي لديها مستحقات لدى الحكومه ستدفع لها بعد ما يتم طبع الكميات اللازمه من والتي توفي بهذه المستحقات، وهو فرحان لان كل الجماعه ستتلقى اموال، ولا يهم ان سيكون المواطن الجزائري هو الذي يتضرر وهو الذي يدفع هذا الثمن، لان في الحقيقه هذه الاموال ستنعكس على مستوى المعيشي للجزائريين، والجزائري في الحقيقه هو الذي سيدفع بطريقه غير مباشره الاموال التي يدفعها يحيى لحداد. يعني طيب خليك معنا الاخت الفراس. سؤال الاخير اليك خالد بونجمه، كنت تستمع الى دكتور عبد العلي الرزاقي كان يقول بانه تقارير خطيره تصل حتى الجيش على الوضع في الجزائر والقلق والمخاوف لدى الشعب الجزائري، ما رايك؟ ويخشى من تكرار ما حصل في الجزائر، لا يبدو انها تتعلم دروس التاريخ. والله انا نحترم سي الرزاقي، قلت لك نحترمه كابن شهيد ونحترمه كاطار وكاستاذ العلوم السياسيه، ولكن مؤسسه تاع الجيش تؤدي في الدور تاعها، هي اللي تحمي الجزائر وتحمي الشعب الجزائري. حتى واحد ما عنده زياده في الجيش، الجيش اليوم يخدم مجال دستوري، واش عطى له صلاحيه الدستور. اما اليوم نتكلم مع مجال لسان اخ قال لك شيات، احنا ما نشفتوش يا استاذ، احنا ولا يقصدك، لا يتحدث عنك سيد، هو لا يقصدك خالد بنجمه، لا يقصدك انت الرئيس. شوف انا رجل سياسي ناظر كلمه الواقع، البارح كنت نمدح وكنت نقول للشعب الجزائري في الواقع في المصالحه، اليوم راني رئيس حزب سياسي لي افكار ولي حلول واللي عنده رؤيه وقادر باش يثبت وجوده امام، قادر يثبت امام المجتمع الجزائري حتى وما تسمع لكش الحكومه، فيه الانترنت واعطيني اقتراحات واعطي الحلول ونمشيو، على كان حلول اللي نستجبوا لهم، حلول اللي لقاو فيهم الحلول نقدروا نخرجوا من الازمه، لماذا لا؟ احنا اليوم انا نقول لك الجبهه الوطنيه للعداله الاجتماعيه كاتبنا الحكومه وعطيناها الحلول وعطيناها ما هي المشاكل تاع الشباب اللي يعاني منها، اعطيناها حتى تفكير ما هو الشباب اليوم كيفاش نخرجوا من الازمه هذه تاع الحراقه والازمه اللي اليوم يعاني منها المواطن الجزائري، لان احنا موجودين اليوم في الساحه السياسيه، موجودين في الميدان، مالاش موجودين في المكاتب وغلقين على ارواحنا ويجونا الكتابات ونقراو ما ياتونا بالاداره. احنا رانا اليوم في الميدان ورانا نشوفوا المواطن واش يعاني يوميا. طيب ولكن هذه المعاناه سيد خالد، طبعا سي خالد سؤال اخير، طبعا هذه المعاناه اسمح لي، حبينا الحكومه اليوم تستجب للاطارات الجزائريين للخبراء والاقتصاديين ليعطوا الحلول باش نخرجوا من الازمه هذه، ما يبقاوش هما سياسيين، يبقاو هما علماء، هما خبراء، هما نظريين، هما يعرفوا كل شيء، عندنا خبراء وعندنا اقتصاديين ويعطوا رؤيه ونقدروا نخرجوا الجزائر من الازمه، هذا هو الحل اللي لازم نخرجوا منه من الجزائر. طيب طبعا سؤال اخير، هو الاخضر فرات لم يكن يقصدك ويقصد كان يقصد يحيى، ولكن سؤال اخير، كيف يمكن وصف اعتذار منه، هو كيف يمكن وصف سيد خالد بنجمه الذي يرى ما تعيشه الجزائر الواقع الحقيقي معاناه الناس ويمدح افضل فخامه الرئيس بوتفليقه، كيف نسميه، اي وصف، اي توصيف، ويصف ويرسم صوره ورديه على الوضع في الجزائر، كيف نسميه؟ استاذ اسمح لي فخامه رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه هو رئيس الجزائريين والجزائريات، هو كان يؤدي في واجبه وكان يؤدي في رؤيته. اليوم الناس اللي تتكلم برئيس الجمهوريه وعطاها افكار وعطاها برنامج وقال هذو هما الحلول راهي تهضر برئيس الجمهوريه، انا ليس لي مشكل مع رئيس الجمهوريه ولا مع سي احمد ويحيى، انا راني ناطي بالنظره تاعي للمستقبل للشباب الجزائريين ما دام راني في الميدان السياسي. طيب هل يخيفك المستقبل الجزائري؟ هل يخيفك بهذه المعطيات؟
يخوفني المستقبل. انا كما الجزائريين، لان المستقبل نشوف المستقبل فيه ضباب، ما فيش الان حلول. اذا كانت نتكلموا على الديمقراطيه، احنا موجودين، احنا الان رايحين نروحوا للانتخابات. كانت الانتخابات على البرلمان داروها الولاد، هما اللي داروا انتخابات على البرلمان. الان رايحين للانتخابات للشعب الجزائري. هذا الشعب الجزائري نحترموا صوته ونحترموا ما يختار. إذا كان هنا عرفنا روحنا الديمقراطية وخلينا الشعب الجزائري يختار. شكرا جزيلا لك، اللهم بارك. شكرا جزيلا لك خالد بنجبة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. لغدر فرات، كخلاصة لنقاشنا، الشعب يتحدث مرة، خالد بنجمة يتحدث عن الشعب. الشعب ما موقعه في القصة هذه؟ هي الشعب الذي يدعو مرة أخرى، يدعى مرة أخرى إلى رص الصفوف، بالتعبير الذي يحبه الكثير من المسؤولين الجزائريين. ويحيى ولو، ويحيى خطابه الديماغوجي هو توجهه ضد الشعب الجزائري، هو توجهه الاقتصادي كله سيكون أو يلحق ضرر كبير بالمواطن الجزائري، وهو يحافظ على فقط على مجموعته، واختار أن يحافظ على حداد وعلى شركات أبنائه وعلى جماعة حداد، وأصبحوا ينعتون بالوطنيون. يعني عيب أن ننعت إنسان سرق فلوس من الجزائر وشرى بها فنادق في برشلونة يصبح وطني، بمعنى أنك أنت تقول للجزائريين انهبوا وسرقوا كما سرق حداد. كيف تبني دولة وتبني مجتمع؟ وليس موجود معنا الأخضر فرط، وليس موجود معنا في النقاش طبعا، ولا ليرد عليك، ولكن قد يقول هو يقول أنا أخدم ومن معه يخدمون الاقتصاد الجزائري. كذلك ويحيى يقول أنه كل هذه الإجراءات، هو يصارح بدون ديماغوجية بالعكس، ويقول أننا أصارح الجزائريين بالحقيقة ويكشف الحقائق. جمال الأمور واضحة. هل يستطيع أي جزائري أن يشتغل في الجزائر وتكون له شركات، ويستطيع أن يشتري فنادق في 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 برشلونة؟ كيف يستطيع أن تكون له كل هذه الكميات من العملة الصعبة إذا لم يتم تهريبها أو سرقتها؟ كيف يستطيع، كيف نوصف إنسان يعني خرج كل هذه الأموال إلى الخارج بأنه وطني؟ يعني هذا سيرك، هذا مش بلاد يعني حقيقة. يعني الإنسان اللي يسرق نسميه وطني ويصبح من طيب. من الناس الذين لهم قدرة لإخراج الجزائر من الأزمة. يعني هذه أغنية مش عارف يعني اللي برام يغنيوا فيها، يعني والله عيب يعني. شكرا لك. أنا أعتقد أن حان الوقت أن تتدخل كل المؤسسات لإيقاف هذه المهزلة وانتخاب رئيس حتى نستطيع أن نعرف أين تذهب الجزائر، وإلا سنغرق جميعا يعني. شكرا لك الأخضر فرات، الإعلام الجزائري المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.